الشركه نخدم مع من 97، كنت باقا فريخ، دابا راه شبت، خدمت معاه ب 80 ريال الساعه، وهاد الباترون اللي انا معاه دابا ما كان يكسب ما يعلم، ودابا شي 30 سنه هو كيضرب في البروديكسيون، الفلوس كحله، السيد كيخدمها مع الناس ديال اوروبا، وشحال من عام وانا نسوفري معاه، خدمت معاه ب 80 ريال الساعه، ومؤخرا خدام ب 300 ريال الساعة، وحياتي راه 26 سنة وأنا هنا. هاد السيد ما كان يعطيني قفة، ما كيعطيني ترونسبور، الكونجي ديالي ديال 2023 باقي ما خديتوش أنا وخليتو لي، ولكن غدا أمام الله راه ما نسامحوش. دابا الدنيا هادي، هو راه مريض يعطينا رزقنا، حنا راه 70 واحد. تصور في كورونا حسيت أنا بالشركة كترجع مارشاريا، حيت في كورونا كان يسد شركة تمنيناوي بحالك، سد شركة في كورونا وعطينا رزقنا، حيت في كورونا ضيع الفلوس، شفنا الفلوس ضاعت. أنا بعدا شفت أنا، حيت أنا خدام مع هاد السيد، أنا كنت كنحسبو با، كنشوفو أكثر من با، هذا كنشوفو أكثر من با، 26 سنة كنشوفو هو أكثر من با، با كنشوفوها جوج مرات في الأسبوع ولا ثلاثة، وأنا دابا كنسوفري على با، وكنسوفري على مو، وكنسوفري على مرتي، وكنسوفري على وليداتي، راه كلانا في الدم ديالنا. دابا انا راه خدام مع الناس ديال مراكش، كنصوف هكا خدام بريكولات نوار مع الدوله، خدام مع وزاره الداخليه دابا، ومخلي عمري خليته هنايا ومشيت. وتصور مؤخرا جا كيخرج السلعه، والسلعه ضاعت في واحد ثلاثه شركات هنايا ولا ما عرفت اربعه، واحد 200 مليار ضاعت، صبت عليها الشق وضربت الشمس صاحبي، علاش ما يعطيناش رزقنا الله اعلم. ودابا رزقنا كاين عند ولدو اللي كان ما يكسب ما يعلم، هذا العام انا جبت ليهم الناس ديال الحكومه، جبتهم حدا الشركه، لقيت الوزير ديال وزاره ديال الصناعه والتجهيز، لقيته هنايا عند ولدو، وهذاك ولدو راه انا اللي درته، هاد الناس هادو اللي كتشوف فيهم هنا هما اللي داروا ولدو، حنا اللي وصلنا الباترون. الباترون ديالي اخويا انا ملي كنت فريخ جاب موتور الحي الصناعي، كانت شركة وحدة ديال الصباط سميتها كوبادي، كانت كتصوب البودز ديال أمريكا، نادا دخل عليها هو والباترونات الآخرين، باترون آخر كان مدير ديال البنك، اغتنم الفرصة واحد الكاوري في الثمانينات خرج هذا المدير من البنك وخدموا معاه في الشركة. الباترون الآخر ديالنا محسوب بالإدارة، كان مكلف بالشركة الأخرى في الإدارة، صنيعي هو اللي دار لينا السيزيل هاد الشركة، هو ولده. ولدو داو الفلوس صحيحة أخويا، كانوا كيخدموا نوار وبيزنيس في هاد الشركة، دابا حنا خلاونا متشردين هاد الناس، عارنا على من أخويا على داك الباترون. ودابا هاد الشركة إلا سدات راه فتحات شركة حداها هنا من اللور، 1000 خدام ولا ما عرفت 800 خدام، دابا الناس ديال الكونترا خدامين تم، وحنا الناس اللي ضربنا 30 سنة تراو علينا صحيبي. وتاني حاجة نوصلها لك، في كورونا الناس 30 سنة وهي ناعسة وخداو من الصندوق ديال الملك، وانا في كورونا لي 30 سنه وانا نوض نضرب تماره وصبت عليا الشتا وكان الفيضان في هذه المنطقه هذه، لاحوني الزرقاء وعدي وليداتي عدي والديا، والله غالب. عاش الملك وعاش الملك. الا كان زنزال ضرب مراكش، انا راه زنزال ضربني هنا 30 سنه وانا نسوفري، 80 خدام عارهم على من، وعاش الملك اخو، الله ياخذ الحق، هادشي اللي نطلبوا من الله، الله ياخذ الحق. السبب ديال هاد الوقفه هذه هو واحد الطرد تعسفي تعرضنا ليه من طرف المسؤولين ديالنا هنا ديال هاد الشركه ديال تشوزي فيزيو. هاد الطرد التعسفي هذا عانينا منه الامرين، اولا عندنا عائلات، ثانيا اننا مابقاش غتقبع علينا شي شركه اخرى نخدموا فيها، لاننا ديباسينا واحد السن اللي ولا حرج بالنسبه للشركات الاخرين.
والان من هذا المنبر كنتوجه برساله لهاد الناس المسؤولين ديال هاد الشركه، علاش انهم وصلوا هاد الشركه لهذا المستوى هذا على الرغم من انها سنين وهي خدامه 30 سنه تقريبا حنا خدامين فيها، وهي شركه خدامه بالانتاج ديالها اليومي العادي وبالجوده العاليه اللي معروفه على شوزي فيزيون اللي بشهاده الناس ديال برا ماشي غير هنا، الناس المسؤول جوده عالميه وعندنا عندهم جوائز تشهدوا ذلك. فالان كنطلبوا منهم انهم يجلسوا معنا ويجيو يحاورونا ويقولوا لنا واش حدوا معنا اشنو غيديروا معنا، واش ممكن يكون شي حل وسط ما بيناتنا في الحقوق ديالنا ولا كاين شي حل اخر. وهذه الطريقه اللي داروها ديال ان اضطر التعسفي الممنهج هذا راه غير مقبول بتاتا او شرعا. جيو جلسوا معنا ووضعوا معنا النقط على الحروف وقولوا لنا اشنو السبب وكيفاش الشركه توصلت لهذا المستوى هذا. انا يا غدايا دابا ما مغديش وخدام ليل ونهار باش نوفر الماكله لوليداتي يا خويا، والله ياخذ لينا الحق. وتصور بيني وبينك دابا السيد واصل مريض، اش كيتسنى؟ عطي الناس رزقها، شحال يتقام لك الواحد؟ 6 مليون ولا 8 ولا 10 جنافو؟ احنا رجعوا قريدي يا خويا لهاد الشركه وداو الفلوس فابور. وتصور الشركه الطروال هي كانت محسوبه على هادي، ودابا الا مشيتي لاكيس تلقى الشركه باقا داخله مع ولده. انا راه مشيت عند المديره في لاكيس عاودت لي هذا الشيء، قالت لي يا خويا داك الباترون عندكم راه شيبنا وعلى حنايا ما نستاهلوش، راه كلشي متقدي. انا دابا عندي الكريدي ديال البنكه، مشيت عند المدير ديال البنكه عاودت لي لافير ديالي، قال لي يا خويا اطلب الزهره كنمشي نهضر لك في المحكمه الا عندك شي زهره يحبسوا لك الكونت. الا ما حبسوش لي الكونت شكون يخلص لي؟ باقا البنكه كتساني واحد جوج المليون ونص. وتصور شكون يخليني نتسلف من البنك؟ هو الباترون. في كورونا ما عطانيش من صنايديق ديال الملك حتى جوج ريال، خلاني اضطريت في 2020 درت كونطرا مع البنك باش ناخذ الرزق نخسرو على وليداتي ونتمتع، حيت هو ما بغاش يتمتع. هذا السيد هذا 26 سنه وانا خدام معاه كل صباح في هذه الشركه، كل صباح سير طلع لي صاحبي ده ليه الله واش بغى؟ راه الحياه تدير فيها الشبر ولا عندك شي بركه هنا؟ شي حياه راه فيها الشبر ولا عندك شي بركه هنا؟ الا ما عندكش هاد الجوج ما عندك والو لا دنيا لا دين. والله يدير الخير اخويا وعاش الملك. شنو الرساله؟ هذا الحقره والظلم والتعسف هذا لا يمد للانسانيه بصله. حنا تشردنا، ولادنا غيتشردوا، هما طلعوا ولادهم كبروهم قراوهم داروا لهم مستقبل، وحنا ولادنا مساكين يتشردوا يمشيو يضيعوا في الشارع. هادشي راه حشوم وعار وعيب. حنا بنيتو المستقبل ديالكم على ظهرنا حنا، ومن بعد ملي قنعتو منا لحقتونا الشارع عيب حشومه وعار. فكنتمنى الناس مسؤولين ياخذوا قرارات تكون صائبه اللي تكون لا تضر لا بالمشغل لا بالعامل، تعطي للعامل حقه والمشغل ياخذ حقه، كما ان المشغل كياخذ حقه سواء بالسلطه او بغير سلطه. فحنا كنطلبوا السلطات انها تاخذنا حقها من هذا المشغل هذا. ما تنسوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.